بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. والنهارده تغطيه خاصه للمباراه المؤجله من الاسبوع ال 18 الدوري المصري العام ممتاز لكره القدم بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي باستاد برج العرب. ماتش النهارده مباراه قمه، وهي القمه الثانيه في الكره المصريه بعد قمه النادي الاهلي ونادي الزمالك. طبعا تجربه قويه، تجربه مهمه جدا لعيب في النادي الاهلي، والجهاز الفني طبعا بقياده برتغالي مستر ريكاردو سواريش. كمان اللي عايز اقوله في الفتره ديت دور جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي الواعيه اللي واقفه ورا فرقتها، واقفه ورا فرقتها على طول، مش موسم ولا اتنين ولا تلاته لا. ولكن خلينا نتكلم على الموسم ده، رغم تراجع النتائج، رغم الاخفاقات في بعض الاوقات، لكن ده طبعا يعني اتكلمنا فيه قبل كده بسبب عوامل كتيره، بدايه من ضغط المباريات وتحكيم وتراجع مستوى بعض اللاعبين. لكن رغم كل ده بيلاقي الفريق وراه جمهور النادي الاهلي في الحلوه والمره زي ما احنا عارفين. دايما جماهير الاهلي بتؤازر اللاعبين، صحيح ممكن يكون في بعض الاوقات زي اللي احنا عشناه كده الفتره اللي فاتت في عتاب، في لوم من الجمهور للعيبه، وده من حقهم ومن حبهم للنادي الاهلي، لان الجماهير دي هي اللي صنعت التاريخ وكان ليها دور كبير جدا 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 في تحقيق البطولات والالقاب اللي مليان بيها دولاب النادي الاهلي. هي دي جماهير النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيكون ليها الدور الاكبر في العوده مره اخرى لمنصات التتويج في الفتره القادمه باذن الله، لان النادي الاهلي مش هيوصل لمنصات التتويج الا بوجود الجماهير دي، الجماهير الواعيه اللي عارفه كويس قيمة النادي الأهلي، اللي بتعرف إمتى تعاتب وإمتى تلوم وإمتى تؤازر، ولو إن هي بتؤازرنا على طول. لكن أعتقد إن الوقت ده وده مش محتاج تفكير، يعني الوقت ده وقت تواجد الجماهير خلف الفريق. ده لاحظناه في الفترة اللي فاتت، جماهير النادي الأهلي الواعية بتدعم الفريق. طبعا هو اللي احنا بنشوفه في المدرجات، الجمهور اللي بيحضر المباريات عامل اللي عليه وزيادة على قد العدد اللي بيحضر، ولكن كمان في المواقع بقى والسوشيال ميديا اللي انا شايف ان فيه توجه من بعض اللي هم، مش عايز اقول دول مش جماهير النادي الاهلي، من البعض، توجه من البعض علشان يدوسوا على النادي الاهلي، علشان يشتتوا جماهير النادي الاهلي. انما الفتره دي لازم كلنا كجمهور نادي اهلي ورا النادي الاهلي، ورا اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، اللي بيبذلوا جهد كبير جدا 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 لتصحيح الاوضاع،